السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من تقويم الفصل 14 متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. مسألة من العام 2014-2015 عجبتني فنزلتها مع التقويم هذا. يبلغ القطر الداخلي، لاحظ حطيت خط تحت القطر الداخلي للشريان الأورطي، حوالي 1.6 سنتيمتر، ولأحد الأنابيب الشعرية حطيت لهذا الخط، ومتوسط سرعة جريان الدم في الشريان الأورطي حوالي 1 متر لكل ثانية، وفي الأنبوب الشعري 1 سنتيمتر لكل ثانية. إذا كان كل الدم المندفع من الشريان الأورطي يمر في الأنابيب الشعرية، قدر عدد هذه الأنابيب. عطيت R اسمه لنصف قطر الشريان الأورطي، قسمنا القطر على 2 بعد ما حولناه من سنتيمتر لمتر بالضرب ب10^2. الأنبوب الشعري نصف قطره R1، كمان قسمت القطر على 2 منشان نحصل على نصف القطر. V هي سرعة تدفق الدم في الشريان الأورطي، V1 سرعة تدفق الدم في الأنبوب الشعرية، N عدد الأنابيب الشعرية اللي عم يتدفق فيها الدم. المعادلة سهلة، معادلة عندك نصف قطر إذا عندك مساحة، عندك سرعات إذا عندك معادلة استمرارية. A في V تساوي A1V1+A2V2+A3V3 إلى آخره بعدد الأنابيب الشعرية. مشان ما أجمع جمع متكرر كتبت N ضرب A1 في V1. المجهول هو N، إذن N وتساوي A في V على A1 في V1. A هي مساحة مقطع الأنبوب، مساحة مقطع الأنبوب عبارة عن دائرة، ومساحة الدائرة عبارة عن باي في R تربيع. إذن باي R تربيع في V على باي R1 تربيع على في V1. باي عامل مشترك نختصر عليها، بتضل عنا N وتساوي R تربيع في V على R1 تربيع في V1. منعوضهم، لاحظ وحدات قياسهم كلها متجانسة، منعوضهم مثل ما هن موجود، ما بننسى التربيع. تطلع N 2.6×10^10 انبوب شعري بيتدفق خلاله الدم. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء، ولا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي.